هل تعلم لماذا اختار الله الغراب ليعلم الإنسان طريقة الدفن عن باقي الكائنات؟ ولكن قبل مشاهدة الفيديو ادعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات. أول جريمة قتل على الأرض هي قتل قابيل لأخيه هابيل، بعد أن نجح الشيطان للإيقاع بينهما واستغل غضب قابيل لأن الله تقبل قربان هابيل ولم يتقبل قربانه، فملأ الحقد والحسد قلبه وقتل أخيه. ولكن بعد أن مات هابيل احتار قابيل في جثة أخيه ولم يعرف ماذا يفعل، فأرسل الله له غرابا يحفر في الأرض حفرة ليدفن جثة غراب آخر وليعلم الإنسان الطريقة الصحيحة لدفن الموتى. وهنا السؤال، لماذا اختار الله الغراب عن باقي الكائنات الأخرى ليكون المعلم الأول للإنسان؟ تشير بعض الأبحاث والدراسات أن أذكى وأمكر طائر هو الغراب، ويتميز الغراب بأكبر حجم لنصفي دماغ بالنسبة إلى حجم الإنسان في كل الطيور المعروفة، ومن بين الدراسات لسلوك الحيوانات والطيور. وتم اكتشاف أن الغربان لها قوانين وأحكام من الجماعة على الفرد الذي يخرج على نظامها حسب قوانين العدالة الفطرية التي وضعها الله سبحانه وتعالى. ومن الجرائم التي يعاقب عليها الفرد هي جريمة اغتصاب طعام الفراخ الصغار ويحكم عليه بنتف الريش حتى يصبح عاجزا عن الطيران، وجريمة اغتصاب العش أو هدمه، وهنا يحكم على الغراب المعتدي ببناء عش جديد لصاحب العش المعتدى عليه. الغربان لها محاكم. جريمة الاعتداء على أنثى غراب آخر تعد من أشد الجرائم، ويعاقب المعتدي بحكم شديد، حيث تقضي جماعة الغربان بقتل المعتدي ضربا بمناقيرها حتى الموت، وحينئذ يحمله أحد الغربان بمنقاره ليحفر له قبرا يتوائم مع حجم جسده، يضع فيه جسد الغراب القتيل ثم يهيل عليه التراب احتراما لحرمة الموت، ويتم عقد المحكمة عادة في حقل من الحقول الزراعية أو في أرض واسعة تتجمع فيه هيئة المحكمة في الوقت المحدد، ويجلب الغراب المتهم تحت حراسة مشددة حيث تحيط به جماعة من الغربان وتبدأ محاكمته، فينكس رأسه ويخفض جناحه ويمسك عن النعيق اعترافا بذنبه. وفي نفس الوقت أكد العلماء المختصون بدراسة علم سلوك الحيوانات والطيور أن الغراب هو الوحيد الذي يقوم بدفن موتاه عن سائر الطيور الأخرى، وهي تعيش في مجتمعات كما البشر ولها محاكم تعاقب المخطئ وتقتص منه. أستحلفكم بالله ألا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم، فأنتم تساهمون في نشر الخير الكثير.